بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الإنسان هو الذي يتمكن أن يصلح نفسه، أن يصلح جسده، أن يصلح مجتمعه، وأن يصلح الطبيعة المحيطة به. هناك نفس في داخل الإنسان، وهناك جسد غلاف هذه النفس، وهناك محيط اجتماعي، وهناك محيط طبيعي. أربعة أمور. الإنسان إذا أصلح نفسه وأصلح جسده وأصلح مجتمعه المحيط به وأصلح المحيط الطبيعي، يصبح في خير وسلام وسعادة، له دنيا حسنة وآخرة حسنة. إذا لم يصلح الإنسان نفسه، تلقائيا لا ينصلح بدنه، تلقائيا لا ينصلح مجتمعه، تلقائيا لا ينصلح المحيط الطبيعي به، فساد في الدنيا ووبال في الآخرة. إننا الآن نريد أن نتكلم حول إصلاح النفس، هذا الشيء فقط من الأمور الأربعة التي ذكرناها. إصلاح النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إنك 50 سنة لم تحصل الطب، ولم تغير نفسك إلى نفس طبيب، هل تصبح طبيبا؟ لا. إنك لم تغير نفسك بالدراسة الفقهية، هل تصبح فقيها؟ كلا. لم تغير نفسك إلى دراسة الهندسة، هل تصبح مهندسا؟ واضح؟ لا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المهم نفسك، غيرتها تتغير، ما غيرتها لا تتغير. النفس الجاهلة لا تصبح إنسانا عالما، النفس البخيلة لا تصبح نفسا كريمة، النفس الوضيعة لا تسبب إنسانا شريفا. لا يجتني الجاني من الشوك العنب، شيء واضح. زرعت شوكة هل تجني عنبة؟ زرعت حنظلة هل تجني برتقالة؟ زرعت برتقالة هل تجني شوكا وحنظلة؟ ما زرعت في نفسك تجتني حاصلة. نحن الآن كلامنا في هذه الآية المباركة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا الله اجعلنا فقهاء ومن ندرس، يا الله اجعلنا خطباء ومن نحفظ، يا الله اجعلنا مهندسين ولا نذهب إلى الكلية، يا الله اجعلنا أطباء ولا نذهب إلى المعاهد الطبية. هل نتغير؟ مو سنة الله. سنة الله مهما صنعت لنفسك تكون أنت، الفرد، المنظمة، الحزب، الجماعة، الهيئة، الجمعية، الدولة، الحكومة العامة، كلما صنعت يرى وترى آثارها، ومهما ما صنعت لا يرى ولا ترى آثارها. المهم لنا يا شباب، أنتم في أول شبابكم، وإن شاء الله تعالى لا تستشهدون بهالسرعة، إن شاء الله كلنا نستشهد، لكن مو هسه نستشهد، بعدما نزيح صدام عن الحكم، ونزيح بيغن عن الحكم، ونسترد فلسطين، ونسترد أفغانستان، ونسترد البلاد الإسلامية، وأعمارنا 90 سنة، ذاك اليوم نستشهد إن شاء الله. المهم
أننا نغير أنفسنا. أنتوا شباب، والشاب بإمكانه، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، وليس ينفعك التقويم للحطب. جيب غصن لين ناعم عدله يتعدل، أما جيب خشب هذا كل ما تريد تعدله يتعدل. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، وليس ينفعك التقويم للحطب. أنتوا شباب وفي مقتبل العمر، ونرجو لكم التوفيق والتقدم والازدهار. الذي نريد أن نتكلم الآن إصلاح النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسكم، هذا هو المهم. إذا تمكنتم من تغيير ما بأنفسكم، تمكنا من تغيير ما بأنفسنا، تمكنت هؤلاء الأخوات من تغيير ما بأنفسهم، صدقوا أن الله يغير. وإذا ما تمكننا، أنفسنا وسخة متعفنة غير نظيفة، هل نتمكن من التغيير؟ أكو قاعدة فلسفية تقول أنك إذا لم تكن عندك في جيبك دينار، هل تتمكن أن تعطي دينارا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنك إذا امتلئت رحمة وشفقة وفضيلة وإخلاصا، تتمكن أن تعطيها لأن عندك. إذا ما ملئت من هذه الأمور، امتلأت حقدا وكيدا وبغضاء وشحناء، هل تتمكن أن تعطي رحمة وشفقة وفضيلة وتقوى؟ طبيعي لا. المسيح عليه الصلاة والسلام مر مع تلاميذه على جماعة من اليهود فسبوه. اليهود سبوا المسيح وقالوا فيه شرا وسوءا، فقال فيهم المسيح خيرا. لما مروا التلاميذ قالوا يا روح الله ويا معلم الخير، يقولون فيك السوء وتقول فيهم الخير. قال نعم. احفظوا هذه الكلمة، هذه الكلمة يجب أن نتذكرها كل يوم 100 مرة، مو حتى 10 مرات. المسيح قالوا له إنهم قالوا فيك سوءا وتقول فيهم خيرا. قال نعم، كل ينفق مما عنده. هؤلاء اليهود ممتلئون شتما وحقدا وغضبا وعداوة وحسدا، ينفقون من هذا الشيء. أما أنا فممتلئ فضيلة ورحمة وإنسانية، فأنفق من ماذا؟ أنفق من نفس ذلك الشيء. في جيبك عقارب، ماذا تتمكن أن تنفق؟ عقارب. بالعكس، في جيبك تفاح، ماذا تتمكن أن تنفق؟ تفاح. قال المسيح كل ينفق مما عنده. كل واحد ينفق مما عنده. شنو عنده ينفق؟ هم ممتلئون الكيد والحسد وما أشبه، فأنفقوا السوء. أنا ممتلئ فضيلة وتقوى، أنفق فضيلة وتقوى ولسان طيب. الأمور ترجع إلى أنفسنا يا إخوة يا شباب. شوفوا البلاد العربية الآن، منذ 50 سنة يفكرون في إنقاذ فلسطين من اليهود، ما يتمكنوا. أنا اليهود منذ 50 سنة في إسرائيل وفي فلسطين، وإنما وعد بالفور في سنة 48 مسيحية كحكومة تقريبا 33 سنة، لكن قبل أيضا كانوا وكانوا يفكرون في الاغتصاب. لذا هؤلاء لا يتمكنون من إنقاذ فلسطين. لماذا ما يتمكنون؟ واضح، لأن افتح إذاعاتهم كل سب وشتايم بعضهم البعض، لاحظ أحوالهم كلها مؤامرات بعضهم على بعض، كلها خيانات. الآن يريدون خيانة جديدة بالنسبة للعراق كما تعلمون، التجمعات المشبوهة الموجودة في بعض البلاد، حتى يرجعوا إلى العراق من نافذة ثانية، يخرجوا من الباب ويرجعوا من النافذة أيضا، تحت عنوان الشيوعية أو البعثية أو القومية أو الديمقراطية الغربية أو الجبهة الموحدة أو ما أشبه من هالخزعبلات الغربية والشرقية. هؤلاء هل يتمكنون من إنقاذ فلسطين؟ كلا، مستحيل. فلسطين أخذها الإسلام واستعادها بعد الصليبيين الإسلام، وسيستعيدها الإسلام.
فإذا نحن إذا أردنا إنقاذ العراق، إذا أردنا إنقاذ فلسطين، إذا أردنا إنقاذ لبنان، إذا أردنا إنقاذ أرتيريا، إذا أردنا إنقاذ أفغانستان، إذا أردنا إنقاذ المسلمين في كل مكان، العلاج الوحيد أن يكون الانطلاق من أين؟ من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم نبدأ من هنا. ابدأ بنفسك أيها الإنسان، يا أيها الرجل المعلم غيره. هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء وأنت أولى بالدواء، وتطيب المرضى وأنت السقيم. هذا يصير. أنت مو رجل فقيه يمكن أن تدرس الفقه، أنت مو طبيب تتمكن أن تدرس الطب، أنت مو ممتلئ والعياذ بالله مو ممتلئ بالفضيلة والخير، هل تتمكن أن تعطي الفضيلة والخير؟ نحن ننطلق من أنفسنا. الحقيقة من أعجب كلمات الرسول وأصدقها، وكل كلمات الرسول صادقة، يقول إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هل صدام عدوك؟ الرسول يقول إيه عدو، لكن مو أعدى عدو. هل برجنيف عدوك؟ نعم برجنيف عدو، لكن مو أعدى عدو. هل بيجن؟ هل ريغان؟ هل تاتشر؟ الرسول يقول كلهم أعداء، لكن مو أعدى عدو. أعدى عدوك من؟ هذا اللي هنا. إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ومن الغريب أن الإنسان يتمكن أن يهدي العدو، لكن هذه النفس فرد شيء غريب غريب، يجب علينا أن نصلحها نحن. نحن نصلحها. أكو أحد الشعراء العلماء يقول في قصيدة له، يقول فرد واحد ريفي كان رايح إلى صحراء في الشتاء حتى يأخذ حطب يبيع، يتقيد ويتقوت ببدله. شاف فرد حية كبيرة هاي واقع على الأرض من الشتاء من البرد، ما تتمكن من الحراك. ترحم عليها على الحية، أخذ الحية وطويل الحية لفها في حزامه على بطنه. بعدين هاي الحية صارت شنو؟ صارت حر بعد، حزام وبطن. شوية من مشهد هذا الرجل شاف الحية تضغط على بطن هذا الإنسان، والحية لها قدرة الكسر في طبيعي. فك الحزام، شاف هذه الحية صارت زينة، رجعت إليها الحياة الطبيعية من جهة الدفء والحر، فأخذت تعطي السم على هذا اللفاف الحزام فألقاها. الشاعر بعد هذا الشيء يقول أنت لا تقترب نفسك، نفس أجدرهاس وكي مردئاس از غم بیالتی افسرده است. یعنی های نفسک حیات مو حیه، بس ما تشوف دفع صاير مثل ميت. شافت الدفع شنو صارت؟ عضت وقتلت. نفس اجدرهاس، يعني النفس حيات ما ميته، وانما ما تتمكن ما تظهر لا اكثر ولا اقل. ان اعدى عدوك نفسك التي بين جنبي، هذه هي العدو، وهذه هي التي سوت صدام صدام. يا إخوة، من صنع من صدام صداما؟ من صنع من بيجن بيجنا؟ من صنع من تاتشر تاتشرا؟ من صنع من ريغان ريغانا؟ من صنع من السادات ساداتا؟ من صنع من الشاه شاها؟ من صنع من معاوية معاوية؟ من صنع من يزيد يزيد؟ نفسه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقول القرآن الحكيم. إن كل إنسان سيء نفسه تصنعه سيئا، وبالعكس كل إنسان حسن نفسه تصنعه حسنا. من صنع من أبي ذر أبي ذر؟ من صنع من ميثم ميثم؟ من صنع من حبيب بن مظاهر الأسدي حبيب بن مظاهر الأسدي؟ أنفسهم صنعت أيضا. المنطلق من هنا، المنطلق من النفس. لازم احنا نصلح النفس. صدقوا يا اخوة، لو ان المسلمين 1000 مليون انفسهم صلحت
في يوم واحد يخرجون عن الاستعمار في يوم واحد معتدل. ما تشوف للاستعمار أثر في كل البلاد الإسلامية، لأن المستعمر لا يأتي إلا عبر الملك خالد وعبر صدام وعبر أتباع هؤلاء. الاستعمار ما يأتي سافر، في واضح هذا، يأتي عبر هؤلاء. فإذا صلحنا يتمكن تاتشر تأتي؟ يتمكن؟ يتمكن برجينيف فريقان يأتون؟ أبدا. الأنفس، أنتم في مقتبل أعماركم، وإن شاء الله تعالى ستمد بكم الأعمار إلى رؤية الحكومة الواحدة الإسلامية العالمية ذات 1,000,000,000 مسلم إن شاء الله تعالى. لكن أين المنطلق من النفس؟ أصلحوا أنفسكم، نصلح أنفسكم. النفس السخية، النفس العفوة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النفس المتواضعة، مو أنا، أخرجوه من قاموسكم، أنا، نحن، خلوا مكان نحن، وأمرهم شورى بينهم، مو أنا، نحن. هذه النفس الصادقة المؤمنة الصحيحة المستقيمة المثابرة الرؤوفة الرحيمة المجاهدة المقدمة العاملة هي التي تصل، وإن شاء الله نصل، إن شاء الله نحن في أواسط الطريق أو في أواخر الطريق بإذن الله تعالى. لكن هذا يحتاج إلى الإصلاح. دائما كونوا في حذر من أنفسكم، دائما لتكن أخلاقيات رفيعة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أمة ذهبت أخلاقها تذهب، ما لها قيمة، أمة ما عندها صدق، ما عندها أمانة. لماذا نحن تحطمنا في العراق في الحقيقة؟ من المنازعة؟ هاي الجماعة تنازع تلك الجماعة، وهاي المدينة تنازع تلك المدينة، هذا يقول أنا أفضل وذاك يقول أنا أفضل، وهذا يقول أنا خير وذاك يقول أنا خير، وما يفكرون وما يعملون. من هالقبيل أشياء، في كثير منهم مو كلهم، في واضح. سقطنا أمام حفنة من البعثيين فركا من الله لآذاننا. الآن نتمكن من استعادة العراق، لكن إذا رجعنا إلى موازين الله تعالى، موازين الله تعالى، الله، الرسول، الإمام، الفقيه، قيادة الفقيه. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. ثم إصلاح ما بأنفسنا، لا نرضى عن قيادة الله أي قيادة، أي لون من القيادة مو مقبولة في الإسلام، بس القيادة لهؤلاء الأربعة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نحن يجب أن نصلح أنفسنا يا إخوة. النفس الطاهرة، النفس الزاكية، النفس الرضية، النفس المرضية، النفس المسالمة، النفس المحبة، النفس الودودة، أحب لغيرك ما تحب لنفسك. الإمام أمير المؤمنين يقول هذه الكلمة، أنا أحب لنفسي شنو؟ أحب لغيري أيضا. نتقدم بهذه السبب بهذه المناسبة. النفس الطاهرة، هارون، ويجب أن تعرفوا لأنكم قرأتم في الكتب العراقية العصر الذهبي، عصر هارون، هذا كذب، عصره كان من أظلم العصور وأطغى العصور. راجعوا التاريخ، يقتل الأبرياء بالعشرات، وله قصور فيها المغنيات والمغنون والخمر والقصر واللهو، والفقر يرتع في العراق مرتع وخيم، وتفرقة المسلمين بعضهم عن بعض وضرب بعضهم على بعض. فعصره عصر مظلم، ليس عصرا حتى فحمية، أظلم من الفحم. وقال عصر الذهبي في بغداد، يدرسون في كتبنا المدرسية العصر الذهبي، عصر الذهبي، يقتلون 60 واحد من غير ذنب في ليلة واحدة، هذا يسمى عصر ذهبي. إذا عصر هارون عصر ذهبي، عصر صدام أيضا عصر ذهبي، وعصر السادات أيضا عصر ذهبي، وعصر هلاكو أيضا عصر ذهبي. شاهدي في كلمة، ما أريد التفصيل، أخذ الإمام موسى بن جعفر وأودعه السجن. النفس، النفس يا أخوة، نتكلم حول هذه الكلمة والتي منها ننطلق ومنها نفتح. أودع السجن الإمام، وتحت تعذيب وسياط وغل
وما أشبه. كل ما أراد هارون تعويج الإمام شوي أبدا، الإمام مستقيم. الإمام إذا ما كان مستقيم ما كان له قبر إلى الآن يزار، وما كان لهارون محل يلعن فيه، كان في حرم الإمام الرضا يلعن هارون كلكم تعلمون أو قسم منكم تعلمون. أرسل إلى سجن الإمام فتاة من أجمل الفتيات، من أجمل فتيات القصر، وهارون في قصره 4000 فتاة، 4000 فتاة من أجمل الفتيات، وقال لها إذا موسى بن جعفر شوية واضع أمامك مو أنت حرة، أنت حرة حرة، لأن كانت وصيفة، وإنما أعطيش قصر وكل شيء بس شوية قشمري موسى بن جعفر. اجت الفتاة للسجن، موسى بن جعفر مشغول بعبادته، ما التفت إليها ولا نصف نظرة أبدا في صلاته وذكره وورده ودعائه وسجدته وتضرعه وقرآنه وفضيلته. فرد يوم يومين 3 أيام بقيت هناك، كل شيء ماكو عن الإمام، وإمام مبعد عن أهله 7 سنوات وفي سجن. استقامت النفس تتكلم، والتي يجب أن نتعلم من هؤلاء استقامة النفس حتى نغزو العالم. الإمام ما التفت إليه. بعد ذلك أجبرت، قالت يا ابن رسول الله إني بعثت لكم لأخدمكم، هل من حاجة؟ قال الإمام لا حاجة فيك، ما عندي حاجة. طلعت من السجن، فراحت الهارون، قال هذا فرد رجل صامت لا مثيل له في الصمود، غريب أمر هذا الرجل. قال له ايش طلعتي؟ قال لأن الإمام هو بنفسه قال لا حاجة فيك. هارون قال لها احنا ما دزيناك حتى تستشير الامام، وانما حتى تقشمر الامام، ارجعي. رجعت الى السجن. بعد ذلك هي قالت للامام يا ابن رسول الله انا خادم لكم، وصيفة لكم تحت اختياركم. الامام قال ان عندي وصائف انا ما احتاج اليك، ثم اشار الى طرف من السجن، وإذا بقدرة الله تعالى ظهرت قصور وجواري وخدم وملك. قال نحن هنا، أنتم هنا، أنتم المستقيمون هنا، أما نحن المستقيمون في غير مكان في غير عالم. بعد ذلك الخدم اجوا إلى هارون قالوا هذه المرأة تبدلت إلى امرأة صالحة، هذه المرأة الفاجرة تبدلت إلى امرأة صالحة وهي في السجدة تسجد، مغنية القصر وشريبة الخمر. هارون طلبها شبيش ما قشمرت هذا الرجل؟ قال شنو الرجل؟ العبد الصالح. مدري شو عبد الصالح هذا؟ قال أنا بمجرد أن أردت أن ألمسه رأيت جماعة يقولون تنخي عن العبد الصالح، تنخي عن العبد الصالح، فسجدت أنا بسجدته وقمت بقيامه. هارون قال بتقول لها القصة الأحد استقامة الإمام موسى بن جعفر باستقامته وهو في السجن صنع له قبة 1400 سنة الآن. كثير منكم شايفين الكاظمية ومقصد الإمام موسى بن جعفر نفس، وبنفسه الطاهرة الإمام تمكن أن يزيح هارون على ملكه الواسع، والذي يقول للمطر وللسحاب امطر حيث شئت فإنك في ملكي. الإمام اللي في السجن أزاحه، مو أزاحه فقط، جعله لعنة التاريخ. كيف؟ باستقامة نفسه، بصدقه، بصلاته، بأمانته، بزهده، بورعه، بتقواه، باتصاله بالله. وإذا ذكرك الله هل يجعل صدام مسلط عليه؟ إننا أغفلنا عن الله، ذهبنا وراء الشيوعية والبعثية وبهارج الدنيا. كلكم رأيتم في بغداد وغير بغداد المخامر والمقامر والمباغي والملاهي، أعرضنا عن الله، الله أعرض عنا. صحيح مو أنت شخصا هكذا، ما أقول أنت شخصا أو الأخ شخصا أو عشرات من الناس الأتقياء الأبرياء، لا أبدا، وإنما واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الرسول أيضا مثل، قال إن جماعة ركبوا في السفينة وأخذ كل واحد منهم مكانه في السفينة، فأخذ أحدهم فأسا وأخذ يثقب السفينة
هذول كلهم تثقبون السفينة أبدا، مو مذنبين هؤلاء. الرسول قال إذا أخذوا بيده نجا ونجوا، وإذا تركوه وشأنه هلك وهلك. ما راحت عراق من أيدينا ظلما من الله، كلا، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلمنا أنفسنا. وكذلك فلسطينيين، هؤلاء ظننتم أن اليهود تمكنوا من السيطرة عليهم؟ لا، هم بأنفسهم، هم بأنفسهم انحرفوا عن سبيل الله، الله سبحانه وتعالى سلط عليهم اليهود. في كتبهم يذكرون هذا الشيء. ولا، الله عادل، الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فنحن غفلنا عن أنفسنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قسم في طهران، قسم في قوم، قسم في ياس، قسم في جارو، قسم في كاشان، قسم في إصفهان، قسم في سوريا، قسم في الكويت، قسم في يوغوسلافيا، قسم في العراق في السجون، كان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلكم شايفين عنب مفرط، عنب إذا بي عنقود، إذا بي نظام، هذا مو مفرط. إذا راح العنقود ماله كله يصير مفرط. فرط يعني شنو؟ فلسطينيين نفس الشيء، لبنانيين نفس الشيء، أفغانيين نفس الشيء. أنتوا تظنون أن الله ظلمنا؟ ظلمنا أنفسنا. قال ربنا آدم وحواء انحرفوا شيئا ما عن سبيل الله، بعدين تابوا إلى الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن يجب أن نسير في الطريق، في طريق الله. إذا ما سرنا في طريق الله 100 سنة أيضا من السنة، 100 سنة بني إسرائيل خالفوا موسى. بعدين الله تدري شنو قال في القرآن الحكيم؟ قال فرطوا في الصحراء مثل ما فرطنا نحن. بعدين طلبوا من موسى على أنه يروحون إلى بلد في الصحراء وفي الشتات وأعراضهم تحت أيدي فرعون وما أشبه، والقضايا اللي صدام كررها، ولعل أسوأ من فرعون كررها صدام. الله شنو أجاب موسى؟ قال فإنها محرمة عليهم، أنا ما أخليهم يدخلون بلد، البلد محرمة عليهم، أهاليهم محرمة عليهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لازم 40 سنة بهالضياع يبقوا. الحقيقة إذا ما راجعنا إلى الله سبحانه وتعالى نفس الشيء موجود. الآن شوفوا الإخوة الفلسطينيين باسم شنو الآن جاي يحاربون إسرائيل؟ تحت أي لواء؟ تحت لواء القومية العربية. هل هذا اللواء يفتح فلسطين؟ مستحيل ومليون مستحيل، لأن فلسطين كانت إسلامية، ما كانت للعرب وحدهم، قدس كان لكل المسلمين مو للعرب وحدهم. تحت لواء القومية العربية لا تفتح فلسطين ولو 1,000,000 سنة. إذا رجعنا إلى الله تحت لواء الإسلام، تحت لواء الله، تحت لواء القرآن، نتمكن ونصر. لكن من أين المنطلق؟ من النفس المنطلق. يجب علينا أن نصلح أنفسنا. إصلاح أنفسنا إذا صلحت النفس، إذا صارت صداقات، إذا صارت تفاهم، إذا صارت الألفة، إذا صارت المحبة، إذا صارت اليد الواحدة. الرسول يقول والمسلمون يد واحدة على من سواهم، هذا أفغاني وهذا عربي وهذا إيراني وهذا نجفي وهذا كظماوي وهذا كربلائي، وأنا أفضل منك وأنت أفضل من فلان وجماعتنا وجماعتهم. لازم نصلح ما بأنفسنا. في أيام الرسول، الرسول جاء إلى المدينة المنورة وأخذ يغزو ويفتح ويتقدم في المدة القليلة. فرد واحد من المسيحيين كان في اليمن، وفي طريقه من اليمن إلى العاصمة البيزنطية مر على المدينة المنورة في أيام الرسول. ملك البيزنطيين جاي يسمع باسم الرسول وزحفه وتقدمه إلى الأمام ويتعجب من المنطقة الصغيرة ويزحف وللأمام يأتي. تضيق شيء غريب كان. أخذ يتساءل، ألا رجل جاء من المدينة وذلك اليوم تسمى يثرب؟ حتى نسأل هذا شنو يقول هذا الرجل، شنو ادعائه، شنو كيفية عمله، منو أنصاره، منو أصحابه، شنو كيفية تقدمه، ما أسباب سقوط الجزيرة العربية بيده. قالوا يفرد واحد جاي جديدا من المدينة، قال جيئوا به، جيبوا جيبوا. وعن المسيح، أنت جئت من المدينة من يثرب؟ نعم. ماذا كان عملك في يثرب؟ قال ما عندي عمل، أنا كنت للتجارة رايح إلى اليمن وفي طريقي
مررت على يثرب مدينة، وجهت إلى عاصمة، عاصمة البيزنطية. الملك يسأل منه، سمعت أنه فرد واحد ظهر هناك يدعي النبوة ويفتح ويتقدم؟ قال إسامة. هل رأيته؟ لا، أنا ما عندي شغل، أنا رجل تاجر، ما عندي خلق بهالأمور. قال آخر هذا شلون يفتح ويتقدم؟ قال ما أدري، ما عندي اطلاع، أنا نزلت كريت في مدينة فرد ليلة ليلتين ورجعت. قال آخر ما سمعت شيئا عن سماع؟ واحد يتكلم ويا واحد وأنت تسمع. قال في الحقيقة واحد شيء سمعت منه، الجماعة كانوا يحكون بعضهم مع بعض، وذاك اليوم ماكو فنادق أيضا، يقل في فرد بيت من هالبيوت العادية. قال سمعت فرد شيء. ما هو السماع؟ قال إن في المدينة كانت قبيلتان متحاربتان منذ 200 سنة، حرب دموي بينات، نهب أموال، هتك أعراض، حرق خيام، منذ 200 سنة، وهما قبيلة أوس والخزرج. وسمعت أنه لما جاء هذا الرسول تمكن أن يصلح بينهما ويجعل بعضهما إخوة بعض ويجمعهم تحت لوائه. الملك تغير وجهه، قال أولا هو نبي، لأن هذا صنع الأنبياء، صنع الفراعنة التفريق، فرق تسد، صنع الأنبياء الجمع، وثانيا هذا سيظهر علينا قطعا، توحيد الكلمة، وثانيا قال هو سيظهر علينا قطعا، يعني يأخذ بلادنا وأخذ بلادنا. إذن في الحقيقة معاني واقعية نبدأ بأنفسنا، مو معنى نصلي فقط، نصلي كلنا نصلي إن شاء الله تعالى، ولا نصوم فقط كلنا نصوم، لكن كيف سلوكنا؟ جاء الإمام الصادق رجل ومدح عند الإمام الصادق رجلا، قال له عقل الإمام الصادق، قال كيف بره بإخوانه؟ هذا المعيار، كيف بره بإخوانه؟ يجب علينا يا إخوة يا شباب، وأنتم في غضارة الشباب أغلبكم، أن نتحلى بالمعاني الإنسانية الرفيعة، الصداقة، المحبة، الألفة، المزاورة، هذه الأشياء هي التي توجب رفعة الإنسان، التواضع، عدم الغرور، هذه الأشياء توجب رفعة الإنسان. أما التفرق والتشتت والأنانيات والعنعنات والتكبر والغرور وأنا وأنت، هذه هي التي حطمت الفلسطينيين، حطمت الأفغانيين، حطمت نحن العراقيين، حطمت الأرتريين، وحطم كل 1,000,000,000 مسلم، حطمتنا كل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أين الأعلون؟ بيجن يعرض يومية، هذا نحن الأعلون، ويأخذ جولان كما سمعتم جديدا، نحن الأعلون. كل مكان في بلادنا منازعات، مشاحنات، محاربات، مطاحنات، أنا وأنت، استئثارات، معلوم بيغن يأتي، وهذا عربي وهذا عجمي وهذا هندي وهذا تركي وهذا قمي وهذا طهراني وهذا كاشاني وهذا كربلائي وهذا نجف، هذه هي التي حطنا. وما دام باقي هذه الصفات عندنا نبقى في التحرك. وإذا أراد الله بقوم سوءا، إيش وقت الله يريد السوء؟ وقت اللي أنت أردت السوء لنفسك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرد سوء الله أحد. إننا يجب علينا أن نبدأ من أنفسنا، نصلح أنفسنا، نفكر في أنفسنا. إذا أصلحنا هذا المكان ينصلح كل شيء، ينصلح كل شيء. أما يفتح إذاعاتنا كلها سباب، كلها فشائر، كلها تمجيد بالقومية العربية، وسابقا زمان الشاه قومية الفارسية والقومية الطورانية التركية، وكل حدودنا محاربات، حتى إذا نحن ما أردنا الحرب هم يأتون لحربنا، هذول جاي يحاربون إيران، منهم أكثر الشباب يعلمون، أمثالكم شباب، شباب مسلمين، كربلائيين، نجفيين، كظماويين، بغداديين، بصراويين، شيعة، يلطمون على الحسين، يأكلون تمنه قيمة مال الحسين، كل هذا هو صدام، شلون سخرهم؟ لأن نفسياتنا تحطمت، ولا كان صدام يتمكن يسوي شيء، جد صدام ما يتمكن يسوي شيء. أنفسنا نحن، ابدأ بنفسك أيها الإنسان، نبدأ بأنفسنا نحن حتى نتقدم، حتى نهتدي، حتى نهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتغيير ما بأنفسنا. وهذا الشيء يا شباب مو شيء هينها، أحد علمائنا
قبل 150 سنة اسمه الشيخ المرتضى الأنصاري، هذا عالم كلش كبير. رجل سأل في مجلسه، احفظوا هذه القصة الصغيرة الجميلة أيضا، سأل في مجلسه شلون العلم إنسان يحصله، شلون الإنسانية إنسان يحصلها. الشيخ المرتضى وهو أستاذ الفقهاء منذ 150 سنة وإلى اليوم قال أن تكون عالما مشكل، وقال لازم 20 سنة ندرس، 40 سنة ندرس، 50 سنة ندرس حتى نصبح علماء، شيء واضح هذا. قال أن تصبح عالما مشكل، لكن أن تصبح إنسانا أشكل، مو أنه فرد يوم وفرد خطابة وفرد جلسة وفرد سماع وفرد كذا، أبدا. لازم يومي إنسان يواظب على نفسه يومي. قال أن تصبح عالما مشكل، لكن أن تصبح إنسانا أشكل. فرد ولد في سوريا، قصة تاريخية، ولد في سوريا نازع مع أبوه من أهل حماة حمص ما أدري، الأب قال له اذهب يا بني أنت ما تصير إنسان. الولد راح، هذه الكلمة هواي لدغته، عمل 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 حتى وصل إلى أن صار نائب في المجلس، نائب في المجلس كلش له قيمة، عمل 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 حتى صار وزير، عمل 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 حتى صار رئيس الوزراء. حسن فرد يوم يمشي مع موكبه، لكن اليوم ماكو سيارات، إنما رؤساء الوزراء والشخصيات يمشون بكوكبة من الشجعان والأفراس، تقريبا فرد 100 فرس وشخصية وراءه وهو أمامهم ويمشون بالشارع والناس مصطفين، رئيس الوزراء جاي يمشي. من الصدف أن الأب جاي إلى دمشق يتسوق للسوق، وأب شايب من القصة ذاك اليوم إلى هسه تقريبا 30 سنة، عمر الأب 80 سنة 90 سنة أقل أكثر. الأب مواقف يباوع، ما يدري هذا شنو منه، ما يدري ما يتذكر، لأن منفصل عن أبي تقريبا 30 سنة بين القصتين، واقف يتفرج هذا منه شنو، وما يعرفه أيضا الأب، حتى إذا يشوفه ما يعرفه، لأن فاصل بين الأب والولد ومن القصتين 30 سنة تقريبا، ما يعرفه. من وقف الأب ومر الموكب، الولد هذا الإنسان هو ولد هذا الأب رئيس الوزراء، قام يباوع من نال هنا ويسلم على الجماهير، وإذا أبو شايبة مواقف في الصف، الكلمة في نفسه الولد، والكلمة أذته، والكلمة هي التي أوصلته إلى رئاسة الوزارة، لأن حفرت في نفسه حتى وصل إلى هذا المقام. وقف باوع أبوه، قال يابا يابا فلان، يدري اسمه شنو، الأب فرج عليه باوع ما يعرفه، لكن هو يعرف أبوه، قال لي أنا ابنك فلان، تذكر قبل 30 سنة قلت لي أنت ما تصير آدمي، تنازعت وياك في قصة، الآن أنا صرت نائب وصرت وزير وصرت رئيس الوزراء، شوف صرت آدمي. شوف الأب النظيف الضمير الواعي، قال يا ابني صرت نائب في المجلس وصرت مثقف ودرست في الجامعة وتخرجت من الجامعة وصرت وزير وصرت رئيس الوزراء، لكن آدمي ما صرت، أنا على كلمتي. إنسان يقول أبوي الشايب هالكلمة في محضر الناس، شفت ما صرت آدمي، كل شيء صرت أما آدمي ما صرت. الحق مع أيهما أيها الشباب، مع الولد أو الوالد، كل شيء صار، صار مثقف خريج جامعة نائب وزير رئيس الوزراء عنده موكب، لكن آدمي هذا آدمي؟ قالت إذا آدمي تسلم علي يجي تحتضني وأنت ابني، أما تأشر علي من فوق فرسك وتستهين بي وترد علي بلا سلام بلا كلام، شفت قلت لك ما صرت آدمي، ما تصير آدمي. الحقيقة يا شباب، إنسان يصير آدمي ينطلق من نفسه، هذا هو اللي يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى استقامة. النبي الأعظم يقول شيبتني سورة هود، شنو في سورة هود من آية حتى تشيب النبي؟ يقول العلماء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذه الآية شيبت الرسول، يعني أولا أنت مستقيم، صدقك أمانتك وفاءك حياءك إنسانيتك إنصافك محبتك للناس خدمتك للناس، أولا أنت تكون آدمي مستقيم، ثم ومن تاب معك، أنت مكلف بأن يكون من حواليك أيضا مستقيمين.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نسأل الله سبحانه وتعالى يسقط صدام وبيجن وكارتر وبرجنيف وينقذ العراق من البعثيين وفلسطين ولبنان وسائر بلاد المسلمين من إسرائيل. ونسأل الله أن يحفظنا جميعا، ونسأل الله أن يمنحنا حكومة واحدة إسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة والمغفرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.